السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بنشتغل على برنامج الرفت وبشارك معكم كذا طريقة ناخذ فيها Perspective Views. بنبدأ في الطريقة الأولى واللي هي الأساسية، واللي هي ناخذ الشوتس باستخدام الكاميرا من الفلور بلان، وبعدها بننتقل لطرق أخرى ممكن ناخذ فيها Perspective Views وكيف نعدل عليها. بهذه القناة بشارك دروس متنوعة عن التصميم وبرامج التصميم كـ2D و3D والمونتاج وملحقات وإضافات البرامج ومصادر وتطبيقات ومواقع مجانية. فلو تهمك هذه المواضيع اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان ما يفوتك اي درس بعد اليوم. وايضا اطلع على صفحتنا في انستغرام، بشارك مواضيع عن التصميم، برامج التصميم، فيديوهات قصيرة تعليمية ومراجع ومصادر مجانية. اما الان خلونا ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو. نبدأ بالطريقة الاولى بان نضيف الكاميرا من الفلور بلان. بنروح للكويك اكسس تول بار من الاعلى من هنا ونختار الهاوس ايكون من هنا او الديفولت 3D فيو، نفتحها وناخذ الكاميرا. لو كان ما عندك مو موجود اصلا الايكون، افتح هذا السهم الاسود الصغير، انزل على تحت وحط صح على الديفولت 3D فيو، بتظهر عندك هنا وتقدر تاخذ الكاميرا. او في طريقه ثانيه ممكن نروح ايضا للفيو من هنا و3D فيو نختارها ونختار الكاميرا. يعني كل هذه طرق ممكنه ان ناخذ فيها شوت. بعدها ناخذ الكاميرا من هنا، عندنا بعض الاختيارات في الأعلى نبغاها برسبكتيف ولا لا. السكيل بيكون على حسب سكيل البلان، وبعدها عندنا الأوفست والليفل اللي منه الشوت. يعني حتى لو كنت على ليفل 1 لكن تبغى الشوت تكون من ليفل 2 ممكن تغيرها من هنا. يعني كل هذه الأوبشنز موجودة عندنا. نحط الكاميرا في المكان اللي نبغاه، مثلا نحطها هنا. بعدها بيكون عندنا ان نحدد التارجت والدبث اوف فيلد او الفار كليبنج أوفست. من الأفضل ان نطلعها برا البلان مثلاً اللي هنا، بحيث أن يكون عندنا الدبث اوف فيلد واسع وبعدها نقدر نتحكم فيه. عندنا بعدها هنا هذه الفور جرابس ممكن نتحكم فيها، أو الدراجز نسوي لها دراج نتحكم فيها بسهولة، بحيث أن نحدد إيش الشيء اللي نبغى نشوفه في البلان وإيش الشيء اللي لا. طبعاً ممكن نوسع أو نضيق على حسب الشيء اللي إحنا حابين نشوفه، مثلاً إلين هنا. الآن لما نبغى نستخدم الكاميرا ونعدل على الفيو، من الأفضل أن نشوف التو فيوز مع بعض اللي هو 3D كشوت والبلان. فنضغط في الكيبورد WT للتايل ويندو، بعدها لو تبغاها كلها تكون زوم نضغط على ZA. لو ما حفظت هذه الاختصارات أو ما تبغى تستخدم الاختصارات، بكل سهولة الأمر الأول نروح لقائمة الفيو من هنا، وبعدها نختار من الويندو تايل فيوز. هذه التايل فيوز بتفتح لك كل الفيوز اللي موجودة عندك، أو بيسوي لها تايل لكل الفيوز اللي موجودة عندك. فلو في فيوز ما تبغاها تبان قفلها، مثلا بلانز ثانية أو شوتس ثانية أو سيلينج بلان إليفيشنز كلها قفلها عشان تقدر تتحكم أو تشوف بسهولة البلان. زي ما احنا شايفين اختفت عندنا هنا الكاميرا، فكيف نرجع نتحكم فيها؟ نختار الكروب ريجن حوالين الفيو وعلى طول بتظهر عندنا الكاميرا. الآن وإحنا موجودين على بلان نقدر نغير هذا الكاميرا بأن نحركها كاملة كذا، يعني نحرك الكون كامل. مثلا نبغى نغيره نحطه مثلا بهذا المكان فتغيرت عندنا الفيو، نقدر نغيره مثلا نسحبها حتى البرة مثلا بهذا الشكل فتشوف أشياء أكثر أو تغير بما يتناسب معك. وأيضا نقدر نتحكم في التارجت والكاميرا نفسها، يعني كل عنصر لحاله. لو حددنا الكاميرا بس، يعني إحنا قبل دقائق حركنا الفيو كاملة أو حركنا الكاميرا كاملة، لكن لو نبغى نحرك ممكن نحرك الكاميرا آيكون لحالها، نسحبها نسوي لها دراج بالمكان اللي احنا نبغاه مثلا بهذا الشكل. وايضا ممكن نتحكم في التارجت نفسه اللي هي هذه النقطة الحمراء، نحركها كذا فشوف، او حتى تقلل فيو انك تسحبها بهذا الشكل. فكل هذه الكنترول عندنا. الكنترول الأخير اللي هو الدبث اوف فيلد أو الفار كليبنج اللي هو قلت لك في البداية من الأفضل تطلعه على برا، اللي هو هذا ممكن تسحبه كذا بحيث إنك تتحكم في الدبث اوف فيلد، أو فرفت اسمه فار كليبنج أوفست. وممكن نتحكم فيه من البروبرتيز. نجي من هنا من البروبرتيز ننزل على تحت، عندنا هنا الفار كليبنج أوفست زي ما احنا شايفين ممكن نكتبه، يعني عادي ممكن لو نبغاها 40 نضغط عليها ونضغط على انتر فبنشوف على طول التأثير على البلان. لو نبغى يكون التأثير أكبر أو أقل نحطها 20 نحط على انتر بنشوف إنها تدخل على جوا. فتقدر تتحكم فيها من هنا أو تتحكم فيها من العدد من هنا. وأيضا في اختيار ثاني مهم عندنا الفار كليبنج أكتف. لو شلت هذا الصح وضغطت على أبلاي
على طول بتشوف انه لما نحدد الكاميرا انه راح من عندنا هذا الخط، هذا معناته انك بتشوف لي الانفينيتي او للابد. فممكن تخلي هذا الاختيار كذا مفتوح او انك ترجع وتختاره تضغط على apply. هل هذه بس الطريقة الوحيدة اللي نقدر نحدد فيها الكاميرا؟ يعني لما تختفي الكاميرا من عندنا، هل الطريقة الوحيدة ان نجي ونحدد الكروب ريجن في الفيو علشان تبان عندنا الكاميرا؟ لا، في طريقة ثانية جدا بسيطة بحيث ان نقدر نسوي الشغل الكاميرا او نظهر الكاميرا في الفيوز اللي مفتوحة عندنا. مثلا لو شلنا من هنا واختفت من عندنا الكاميرا، نروح للبروجكت براوزر وبعدها ننزل للفيو اللي نبغاها وبعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار شو كاميرا، على طول بتبان عندنا الكاميرا. هل الكاميرا بتبان بس في الفلور بلان؟ لا، بتبان في اي فيوز مفتوحة عندنا. يعني هل تبان في السكشن؟ تبان في السكشن. يعني مثلا عندنا هذا السكشن اتجاهه هنا، الكاميرا ما هي باينة فيه، فلا نختار هذا السكشن مثلا عشان الكاميرا تكون باينة فيه، نختار نضغط عليه ونختار go to view. الآن لو رحنا مرة ثانية ورحنا للبروجكت براوزر ودخلنا على رحنا للثري دي فيو واخترنا على شو كاميرا، بتبان عندنا الكاميرا أيضا في السكشن. وكل شيء قلناه في الفلور بلان سواء بالنسبة للكاميرا أو للكون كامل أو للتارجت نقدر نتحكم فيها من هنا. فمثلا عندنا الكاميرا ممكن نرفعها هنا وتتغير على طول في الفيو من هنا. في عندنا الكون نقدر طبعا نتحكم فيه بحيث أن نحركه كامل من فوق أو تحت، يعني ممكن نتحرك في الكاميرا بس أو نتحرك في الكون كامل ونشوف التأثير على طول في الفيوز. في شيء احنا هنا ما احنا شايفينه اللي هو التارجت. التارجت مو باين معنا، ليه؟ لأنه لو رحنا للفلور بلان وشفنا اتجاه السكشن بنشوف أن السكشن اتجاهه بهذا الشكل اللي هو هذا السكشن، هذه حدود السكشن، فالكاميرا ما هي باينة معنا. يعني لو جينا وحددنا على الفيو بنشوف أن التارجت برا حدود السكشن، فاحنا بكل سهولة ممكن نسحب نتحكم في التارجت من هنا أو أننا نبينه في الفيو نفسها بحيث أن نقدر نتحكم فيه. فهنا دخل التارجت هنا، لو رحنا للسكشن بنشوف عندنا أن التارجت صار موجود معنا ونقدر نتحكم فيه. فنفس الكونسبت السكشن، انه ايش الشيء اللي باين معنا والشيء اللي ما باين معنا، نفس الشيء هل الكاميرا باينه معنا ولا لا، هل التارجت باين معنا ولا لا، فنقدر نتحكم فيها. فزي ما قلنا كذا نقدر نتحكم في السكشن الكاميرا ايضا من السكشنز. هل نقدر نسوي كاميرا من السكشن؟ فعلا نقدر نسوي كاميرا من سكشن او ايضا من الليفيشنز ونتحكم فيها بسهوله. يعني الحين احنا في السكشن ونبغى نسوي نيو كاميرا، ان شاء الله في فيديو قادم بنتعلم كيف نضيف شورت كاتس لبعض الاوامر اللي ما لها شورت كات في ريفت بحيث ان نوصلها بشكل اسرع. فنروح الان نبي نختار الكاميرا، نختار من هنا من الكويك اكسس تول بار ونختار الكاميرا، وبعدها نبغى نسوي بليس للكاميرا مثلا نبغاها تكون من هنا ونسحبها لين هذا الاتجاه، فبتفتح عندنا الفيو، نسحبها مثلا لهنا بحيث انه كل الفيوز تكون مع بعض ونقدر نتحكم فيها ونشوف التغييرات اللي نحب نسويها فيها. نغير مكان الكاميرا نفسها، نغير مكان الكون، نسحبها على داخل، نغير التارجت. في امر اعتقد انه يكون باين لنا بس يعني لو في احد ما واضح معه، احنا لما نسوي كاميرا من السكشن دائما بيكون الكاميرا والتارجت بنفس الاتجاه. يعني لو رحنا للفلور بلان واحنا محددين السكشن بنشوف ان الكاميرا والتارجت بنفس المكان كانها 2D برسبكتيف. فلو ما تبغاها او تبغى تغير فيها بس حركها للمكان اللي انت تبغاه. واذا نقدر نتحكم في الكاميرا من هنا بحيث ان ندخل شوي داخل المبنى مثلا لو نحب نشوفها بهذا الشكل او نشوفها مثلا بهذا الشكل، وكذا نقدر نغير فيها ونعدل فيها بحسب ما يتوافق معنا. فكذا تعلمنا كيف نسوي شوت من سكشن ونتحكم فيها بكل سهولة. فهنا عندنا التارجت والكاميرا بنفس المكان والشوت جاية بهذا الاتجاه. وفي طرق ثانية ممكن نسوي فيها برسبكتيف فرابت بأننا نروح لي 3D view، نضغط أما على الهاوس آيكون من هنا أو أننا نختار من البروجكت براوزر 3D، ندخل عليها من هنا. في كذا شيء ممكن نسويه، ممكن نضغط على الفيو كيوبس من هنا نختار هذا السهم وبعدها ننزل على تحت اورينت تو فيو، نقدر نسوي لها اورينتيشن اما البلانز او سكشنز او اليفيشن او 3D فيوز ثانيه، يعني قص لك اياها بحسب الفيوز اللي موجوده. فممكن نروح للفلور بلان ونختار انها ليفل 1 من هنا. طبعا نقدر نضغط على الشفت والماوس
نتحكم فيها بهذا الشكل، وعندنا الكاميرا وايضا نقدر نغير فيها ونشوف الافكت على نفس الفيو. الان احنا ما نبغى هذه الكاميرا، نطلع منها بهذا الشكل. هنا ممكن ايضا نفتح الشادو بحيث انه يضيف عنصر جمالي للبلان، وايضا ممكن نغير البرسبكتيف. هنا موجود عندنا البروجكشن مود من البروبرتيز انها اورثوغرافيك، ممكن تغيرها تخليها برسبكتيف وتضغط على ابلاي، بيكون عندك هنا التاثير ظاهر بهذا الشكل لو انت تبغى تشوفها مثلا كذا. وفي طريقة ثانية ايضا ممكن تغير فيها من الكيوب نفسه، اضغط على هذا السهم وبعدها نغير من برسبكتيف الاورثوغرافيك او العكس، اختار الفيو اللي انت تبغاه او الطريقة اللي انت تبغى تشوف فيها. وهنا عندنا طبعا السكشن بوكس نقدر نتحكم فيه من اي فيو، يعني ممكن نحدد عليه زي ما احنا تحكمنا في الكاميرا من اي فيو، نقدر نتحكم ايضا في السكشن بوكس، ممكن تسحبه من هنا او لو تبغى تكون دقيق اكثر بالشيء اللي انت حاب تشوفه ممكن تروح للسكشن وعندك بتكون عندك الجريبس انك تتحكم فيها. احنا محددين عليها بهذا الشكل، نضغط ونسحب بحيث اننا نشوف اكثر، على طول بنشوف التأثير عندنا هنا، وهو بيقص لك اياها ليه؟ لانه بيقص لك اياها بالضبط على الفيو رينج للبلان، فتغيرها بهذا الشكل وتسحب تتحكم فيها من هنا او تتحكم فيها ايضا من اي فيو ثانية. وممكن ايضا نسوي اورينتيشن لسكشن، فنضغط على الكيوب مرة ثانية ونضغط على هذا السهم وبعدها نختار اورينت تو فيو ونروح مثلا للسكشن، نختار سكشن 3، نستنى ثواني بس عشان البروجكت ثقيل، فهنا اتسوالها اورينتيشن لثري. ايضا ممكن تغيرها من هنا، نروح نغير مثلا سكشن ثاني ان يكون باين فيه تفاصيل اكثر، نختار سكشن 2 ونشوف كيف باين شكله. وايضا ممكن طبعا نغير المود من البرسبكتيف، انه بدل ما يكون اورثوغرافيك نخليها برسبكتيف، نسوي زوم ان، وبعدها ممكن ايضا نفتح الشادو بان نضغط عليها من هنا نشوف الفيو بطريقة اكبر. ممكن طبعا حتى واحنا مسوين تايل فيو ان نتحكم فيها بحيث ان نشوف اكثر، نسحبها نسوي لها دراج ونسحبها بهذا الشكل. فزي ما انتم شايفين هذه كلها طرق سريعة وفعالة انك تخلق فيها لقطات دايناميكية وجميلة. اتمنى هنا اكون اعطيتكم بعض الافكار والطرق المختلفة انك تاخذ فيها برسبكتيف فيوز فرافات وتغير فيها بما يتناسب او يتوافق مع هدفك او الكونسبت. وهذا مو كل شيء بالنسبة للفيوز فرافات، بنتكلم بفيديو قادم ان شاء الله عن طريقة التحكم في الفيوز باستخدام الستيرينج ويلز. فلو تهمك هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك هذا الفيديو واستفدت منه اشعرني بالضغط على زر اللايك، وهنا بتساعد ان القناة تصل لجمهور اكبر، واكيد اشكرك على دعمك. وايضا اعتقد ان الفيديوهات اللي ظهرت لك على الشاشة بتساعدك وتفيدك كثير في شغلك وما راح تخيب ظنك. واخيرا لو عندك اي استفسار اقتراح او سؤال لا تتردد انك تتركه في التعليقات وبرجع لك في اقرب وقت ان شاء الله. ولو بتسمعني لهذه اللحظة اشكرك جزيل الشكر على المشاهدة واتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الاسبوع القادم، في امان الله.